فيورنتينا في مكان سليم. الله فيولا شمعة منورة، فيورنتينا وسنوات المجد العائدة بعد سنوات الضياع. إيطاليانو في كأس إيطاليا يتقدم بهدف مبكر ليفرح وردة البنفسج للفريق الأورغواني الذي يتقدم الآن بأول أهداف المباراة في موسم يبدو أنه تاريخي. يا فيولا يا فيورنتينا، الكرة أمامية وضعت في المرمى لتعلن عن تقدم فيورنتينا عن طريق أحد أبطال العالم. غونزاليس وضعها في المرمى بعد صناعة إيكوني، بداية مشتعلة تماما من تفكك الخطوط للاعبي الانتر. بروزوفيتش، يا سلام، وصى عليه باتستوتا، وصى عليه الكبير وحقق المراد. ولا تعمل الأفعى حتى إن أغمضت عينيا. يا لها من أفعى، يا له من إنتر يعود لأوتارو ليعزف على أوتارو أحلى ألحانه. الهدف السادس والعشرين في المباراة الرابعة والخمسين هذا الموسم. يا سلام يا سلام لأوتارو يسجل هدف التعادل. هنا فقدان الاتزان، هنا لأوتارو قوية لكنها قانونية أمام المرمى. 101 للرقم واحد، 101 للرقم 10 للأفعى التي ملمسها جميل ولكن لدغتها قاتلة. يا ناس، يا زهانك، يا زانيتي، أيام الإنتر المرعبة، أيام الإنتر المخيفة، أيام الإنتر. من اصطدم بالإنتر هذه الأيام يسقط، من اصطدم بالنيراتزوري هذه الأيام عليه أن يستسلم في الكثير من الأمور وفي الكثير من المباريات. 101 يا لوتارو.